أنا حازم خياط. أنا محمد حراجلي. أنا زياد زعتري. أنا بشير الجمل. نحن طلاب ميكانيكال انجينيرينج بالAUB. فكرة المشروع اجت بعد حرب تموز. قررنا نعمل سنيك روبوت ليساعد بعملية البحث والإنقاذ. هذا الروبوت متحكم فيه عن بعد ومجهز ليعطينا كل المعلومات عن الأشخاص العلقانين تحت الأنقاض. طموحنا يكون مشروعنا موضع للاهتمام لأنه فيه ساعد بإنقاذ كتير عالم.